السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وقبل كل شيء أود أن أنقل لكم باسمي وباسم أسرتي وباسم أسرة الصحفيين وباسم الشعب الفلسطيني هنا في قطاع غزة تحياتنا واحترامنا وتقديرنا لكل ما تفعلونه. بالتأكيد غزة هذه الأيام تمر في مرحلة عصيبة جدا، تاريخية جدا، استثنائية جدا، لم تمر بها في تاريخها، ولذلك الناس هنا يدفعون أثمانا باهظة جدا ويعيشون حياة كارثية. لمن لا يعرف، لا يجد الناس الأكل أو الطعام والشراب، المسكن من الخيام، الحمام وما تتطلبه الحياة، ليست الكريمة وإنما الحياة التي تضمن لهم الاستمرارية حتى مهما كانت الظروف. لا يجدون ذلك إلا لماما أو كفافا ومن خلال ظروف غاية في الكارثية، غاية في الصعوبة. صحيح أن قطاع غزة يدفع الآن ثمنا باهظا، ومن بين من يدفع الصحفيين الفلسطينيين. الصحفيون الفلسطينيون في قطاع غزة يتعرضون إلى مذبحة إن صح التعبير، إلى مقتل إن صح التعبير. 112 صحفيا ومصورا حتى الآن استشهدوا في هجمات إسرائيلية متفرقة خلال 3 أشهر، وهذه أرقام صعبة لم تسقط في أعتى الحروب، حتى تلك التي استمرت 20 عاما وهي الحرب الفيتنامية لم تسقط هذه الأرقام. ولذلك نحن كصحفيين ندفع أثمانا باهظة جدا في طريقنا وفي سبيل هذه الرسالة الإنسانية النبيلة التي كفلتها كل القوانين والمواثيق الدولية. ولكن يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي لا يروق له أن نقوم بواجبنا على أكمل وجه وبالشكل المهني الذي ترتضيه المواثيق، مواثيق الشرف للعمل الصحفي والمهني. مع الأسف هذا هو واقعنا، فقدنا الأسرة وفقدنا الولد وفقدنا الصديق وفقدنا المكتب وفقدنا المنزل وفقدنا المأوى، ونعيش مشردين ونعمل من خلال كل هذه الأوجاع وكل هذه الآلام وكل هذه الأثمان، ومع ذلك ما زلنا مستمرون، ما زلنا مستمرون. نؤكد لكم أننا سوف نستمر في حمل هذه الرسالة وفي أداء هذا الواجب. كما تشاهدون شهيد آخر يسقط في هجمات إسرائيلية جديدة ومستمرة على قطاع غزة. نحن الصحفيين سوف نستمر في حمل هذه الرسالة. ما يقوينا هو الله سبحانه وتعالى الذي يمدنا بالصبر وبرباطة الجأش وبالقوة وبالقدرة على المواصلة. ما يواسينا ويسلينا أنتم في مظاهراتكم، في اعتصاماتكم، في كلامكم، في تفاعلكم على مواقع السوشيال ميديا. أنتم كلمة سر لا تستهينوا بأي جهد تقومون به من أجل نصرة الحق ونصرة القضية الفلسطينية، نصرة المظلومين. فنحن إخوانكم على الأقل في الإنسانية، وهذه غاية نبيلة وسامية لا يعمل من أجلها إلا الكرماء. وبالتالي لا تستهينوا بجهودكم التي تقومون بها. أود أن أشكركم وأقول لكم بأننا نقدر ما تقومون به، نقدر ما تقومون به. شكرا جزيلا لكم على كل ما تقومون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تنتهي هذه الحرب المجنونة وأن نراكم في ظروف أفضل من هذه الظروف إن شاء الله. تحيتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.